تأهلت البرازيل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا لمنتخبات أمريكا الجنوبية المقامة في نسختها 44 في تشيلي بفوزها على فنزويلا 2-1 يوم أمس في سانتياغو. وخاضت البرازيل المباراة بغياب قائدها ونجمها نيمار الذي أوقف 4 مباريات بعد طرده من مباراة ضد كولومبيا بسبب شتمه حكم المباراة. وتلعب البرازيل في ربع النهائي مع الباراغواي يوم السبت المقبل.